الرئيس السيسي يهنئ الشعب بذكرى ثورة يوليو ويشدد على الإصرار على تحقيق الغايات والأهداف للنهوض بالبلاد. القوات المسلحة تنظم زيارات لعدد من السفن البحرية للدول الصديقة والشقيقة خلال انتظارها بقاعدة الإسكندرية البحرية. الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي يدينان إطلاق صواريخ روسية على ميناء أوديسا الأوكرانية 6 مساء في القاهرة، 4 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بحضراتكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن ثورة 23 من يوليو المجيدة مثلت تتويجا لنضال طويل قاده الشعب المصري دفاعا عن حقه في وطن مرفوع الرأس. وفي كلمته بمناسبة الذكرى 70 لثورة يوليو، أكد الرئيس السيسي أن الثورة استطاعت أن تؤسس الجمهورية الأولى للدولة وتغير وجه الحياة بشكل جذري، ليس فقط في مصر بل في المنطقة بأسرها. تحل اليوم الذكرى 70 لثورة 23 يوليو المجيدة التي مثلت تتويجا لنضال طويل قاده الشعب المصري دفاعا عن حقه في وطن مرفوع الرأس. فقد استطاعت تلك الثورة أن تؤسس الجمهورية الأولى لدولتنا وتغير وجه الحياة بشكل جذري، ليس فقط في مصر بل في المنطقة بأسرها، وكانت لها إسهامات ملهمة في الحركة العالمية لتصفية الاستعمار وترسيخ حق الشعوب في تقرير مصيرها، حيث تغيرت الخريطة الدولية وارتفعت راية الحرية والاستقلال فوق معظم الدول العربية والإفريقية. وشدد الرئيس السيسي على أن تاريخ القوات المسلحة سيظل دائما كعهد الشعب المصري بها، حافلا بالبطولات والإنجازات الوطنية والتي من بينها ثورة يوليو المجيدة. أشار الرئيس السيسي إلى التفاف جموع وجماهير الشعب المصري حول الثورة التي ردت للوطن عزته وللمواطن كرامته. سيظل تاريخ قواتكم المسلحة كعهدكم بها دائما حافلا بالبطولات والإنجازات الوطنية، ومن بين تلك البطولات ثورة يوليو المجيدة التي حملت القوات المسلحة لواءها عندما خرجت طلائعها ليلة 23 من يوليو منذ 70 عاما لتلتف حولها وتساندها جموع وجماهير هذا الشعب، ولتعلن قيام الثورة التي ردت للوطن عزته وللمواطن كرامته، وليسطر التاريخ نموذجا للعلاقة بين الشعب وجيشه اتسمت عبر عقود طويلة بالتلاحم والثقة العميقة المتبادلة. إنها علاقة فريدة من نوعها بين شعب أبي عظيم وجيش يمثل نموذجا للمؤسسة الوطنية التي تدرك مهمتها وتؤديها على الوجه الأكمل ولا تحيد عنها. فتحية تقدير واعتزاز خلال هذه الذكرى العطرة إلى هؤلاء الأبطال الذين تقدموا لقيادة الثورة وحملوا أرواحهم على أكفهم ليصنعوا لوطنهم فجرا جديدا، وعلى رأسهم الزعيم جمال عبد الناصر والرئيس محمد أنور السادات والرئيس محمد نجيب.
هذا وقد أكد الرئيس السيسي الإصرار وبإرادة صلبة لا تلين عن تحقيق الغايات الكبرى والأهداف العليا من أجل النهوض بمصر وتغيير واقعها للأفضل، ولتبقى مصر قادرة على توفير حياة كريمة لأبنائها من الأجيال الحالية والقادمة. وأوضح الرئيس السيسي أن مصر لا تستطيع أن تعزل نفسها عن التحديات والمتغيرات التي تجتاح العالم، وأنه لا سبيل للتغلب على تلك التحديات سوى بالعمل الجاد والمستمر. شعب مصر العظيم، إننا نصر وبإرادة صلبة لا تلين على تحقيق الغايات الكبرى التي نضعها نصب أعيننا والأهداف العليا التي نحملها على عاتقنا من أجل النهوض بوطننا الغالي وتغيير واقعه للأفضل، ولتبقى مصر قادرة على توفير حياة كريمة لأبنائها من الأجيال الحالية والقادمة، أخذا في الاعتبار متغيرات العصر المتسارعة وشواغله الجديدة. لأن مصر بموقعها الجغرافي ودورها الإقليمي والدولي لا تستطيع أن تعزل نفسها عن تلك التحديات والمتغيرات التي تجتاح العالم وطالت تداعياتها الجميع. ولعلكم تتفقون معي أنه لا سبيل للتغلب على تلك التحديات سوى بالعمل الجاد والمستمر، مثلما واجهت مصر خلال السنوات الماضية تحديات متنوعة ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وسياسية وأمنية. فإنني أؤكد لكم أنه لولا جهود الدولة في مجال الإصلاح الاقتصادي التي تحملها الشعب المصري، وكذلك المشروعات التنموية العملاقة على امتداد رقعة الدولة، لما كان من الممكن أبدا الصمود أمام تلك الأزمات العاتية التي تجتاح العالم منذ 3 سنوات. ولقد بادت الإنجازات المتلاحقة التي تحققت في مصر على مدار السنوات الأخيرة، لا سيما في مجالات البنية الأساسية والتجمعات العمرانية الجديدة والطاقة وتوطين الصناعة، شاهداً على قوة الإرادة المصرية للتقدم وبناء مستقبل أفضل وتكوين اقتصاد قومي قوي وراسخ. وأكد الرئيس السيسي أنه على يقين من قوة العزيمة للدولة والشعب في الاستمرار بخطى ثابتة من أجل الانطلاق إلى الجمهورية الجديدة. كما أشار الرئيس السيسي إلى أن الجمهورية الجديدة تؤسس نسقا فكريا واجتماعيا وإنسانيا شاملا لبناء إنسان ومجتمع متطور تسوده قيم إنسانية رفيعة. شعب مصر العظيم، إنني على يقين من قوة عزيمتنا معا في الاستمرار بخطى ثابتة وواثقة في الطريق الذي اخترناه جميعا من أجل الانطلاق إلى الجمهورية الجديدة، جمهورية التنمية والبناء والتطوير وتغيير الواقع، جمهورية تؤسس نسقا فكريا واجتماعيا وإنسانيا شاملا وبناء إنسان ومجتمع متطور تسوده قيم إنسانية رفيعة. ورغم تعاظم الظروف المعاكسة التي تسبب فيها العديد من الأحداث والتطورات الدولية غير البواتية، إلا أننا قادرون بإذن الله وبعزيمة أبناء هذا الوطن العظيم على تخطيها والتغلب عليها. وليكن احتفالنا اليوم بذكرى ثورة يوليو المجيدة بمثابة قوة دفع متجددة للعمل والسهر على النهوض بوطننا العزيز وتحقيق طموحات شعبه الكريم في حاضر ومستقبل مشرق يظلله الأمن والاستقرار وتزدهر فيه التنمية. We'll be right back.
تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتهنئة للشعب المصري بمناسبة الذكرى 70 لثورة 23 من يوليو المجيد. وفي تغريدة له على صفحته الرسمية للتواصل الاجتماعي، أشار الرئيس السيسي إلى أن ثورة 23 من يوليو ستظل عالقة في الأذهان، نفخر بها ونستلهم من أهدافها السامية روح العزم والإصرار والإرادة لتحقيق تطلعات الشعب مصر وأماله في مستقبل مشرق للأجيال القادمة. أكدت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية أن ذكرى 23 من يوليو نستلهم منها عبرة لحاضرينا. وفي منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أوضحت السيدة انتصار السيسي أن هذا اليوم كان واحدا من أهم أيام المجد في تاريخ مصر المعاصر، مشيرة إلى تقديم شعب مصر وقواته المسلحة النموذج الأمثل في العزم والإصرار والإرادة ليحيا هذا الوطن في حرية وعزة واستقلال. لم تكن ثورة يوليو حدثا عاديا، بل كانت نقطة فاصلة بين عصرين وبدءا لعهد جديد في مصر، وكذلك للأمة العربية التي سارت على خطاها ونالت استقلالها بلدا تلو الآخر. فقد سارت ثورة يوليو منهاجا قوميا سارت على خطاه الأمة العربية. دائما ما تتطلع الشعوب للأفضل، تأمل في مستقبل مشرق وجمهورية جديدة يحددون بأنفسهم ملامحها. من هنا انطلقت شرارة ثورة 23 من يوليو، وقام الضباط الأحرار بخطوة جريئة أيدها الشعب المصري، فنجحوا سويا في تحرير البلاد وتحويلها بشكل جذري على كافة الأصعدة الاجتماعية والسياسية، وكذلك بناء اقتصاد اشتراكي قوي يحقق للمصريين أهداف الثورة في الاستقلال الوطني والعدالة الاجتماعية. ويعد عام 1952 شاهداً على الثورة البيضاء، والتي غيرت التاريخ المصري تماماً ونقلت مصر من عهد الملكية إلى عهد الجمهورية، فتحول مشهد التأييد الشعبي للضباط الأحرار لتكليف بالاستمرار من أجل تغيير الواقع وتحقيق الاستقلال والكرامة. وحققت ثورة يوليو الكثير من المشروعات الكبرى والإنجازات القومية، مثل زيادة الرقعة الزراعية عن طريق استصلاحها، فكانت مشروعات استصلاح الأراضي الصحراوية في مشروعين كبيرين، مشروع مديرية التحرير ومشروع الوادي الجديد، واللذان أضافا إلى مصر مساحات مزروعة إلى مساحتها التقليدية في الوادي والدلتا. كما قادت ثورة يوليو مجالات التصنيع من منطلق أن الصناعة هي الطريق نحو تحقيق النهضة، فكانت المشروعات الصناعية العملاقة في مجال صناعة الحديد والصلب والكيماويات والدواء والإنتاج الحربية، فتحققت لمصر قاعدة صناعية مكنتها من الوفاء باحتياجاتها المتزايدة من الإنتاج. كما تم الاهتمام بصناعات التعدين والبتروكيماويات، فضلاً عن تنفيذ مشروع السد العالي، والذي يعد أحد أهم المشروعات القومية العملاقة في تاريخ مصر الحديث، والذي هدف إلى توفير المياه لزيادة الرقعة الزراعية. كما حرصت الثورة على توفير الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية لأهل الريف، فأنشئت الوحدات المجمعة بالريف لرفع الوعي العام بين الفلاحين. كما تم تأميم قناة السويس واسترداد الكرامة والاستقلال والحرية المفقودة على أيدي المستعمر المعتدي. كما تم توقيع اتفاقية الجلاء بعد أكثر من 70 عاما من الاحتلال، وتم إنشاء الهيئة العامة لقصور الثقافة والمراكز الثقافية بهدف تحقيق توزيع ديمقراطي عادل للثقافة. كما اهتمت الثورة بالتعليم لأهميته في بناء الوطن، وقامت سياسة الثورة في التعليم على الجمع بين التربية والتعليم لإعداد المواطن إعداداً سليماً، والأخذ بمبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين في التعليم بعد أن جعلته مجاناً. كما أنشأت حكومة الثورة وزارة التعليم العالي عام 1961. كما اهتمت بتحقيق التعاون الثقافي مع البلدان العربية الأخرى، فتم إنشاء جامعة القاهرة فرعاً لها الخرطوم، بدأ العمل به في أكتوبر من عام 1955. وقد أعطت ثورة يوليو إشارة بداية صناعة دور إقليمي لمصر عربيا وإفريقيا استمرت آثاره الإيجابية حتى اليوم، لتظل ثورة 23 من يوليو نقطة بيضاء في تاريخ مصر الحديث. We'll be right back.
هذا وقد هنأ العديد من الزعماء والقادة العرب والدوليين الرئيس السيسي بمناسبة الذكرى 70 لثورة 23 من يوليو. وأكدوا في تهنئتهم أهمية ثورة 23 من يوليو في تشكيل المنطقة العربية والنجاحات التي حققتها مصر مؤخرا تحت قيادة الرئيس السيسي. هنأت مؤسسة حياة كريمة الشعب المصري بمناسبة الذكرى 70 لثورة 23 من يوليو. وأوضحت مؤسسة حياة كريمة أن ذكرى ثورة يوليو ستظل خالدة في وجدان الأمة لما حققته من إنجازات على أرض الواقع دعما للشعوب العربية والإفريقية لينالوا الاستقلال. كما هنأت المؤسسة القوات المسلحة الباسلة بمناسبة ذكرى الثورة مؤكدة أن القوات المسلحة حملت لواء هذه الثورة لتحقيق آمال وطموحات شعبها في أن يحيا حياة كريمة. نظمت القوات البحرية زيارات لأطقم السفن البحرية التابعة لكل من رومانيا وتونس والجزائر، وذلك أثناء انتظارها بقاعدة الإسكندرية البحرية قبل استكمال رحلاتها البحرية. وتم تنظيم زيارات لأطقم السفن إلى الكلية البحرية وعدد من السفن البحرية المصرية للإطلاع على ما وصلت إليه القوات البحرية من تطورات في البنية التحتية ومنظومة التسليح، بما يسهم في تبادل الخبرات فضلا عن تنظيم عدد من الجولات السياحية والترفيهية للتعرف على أهم المعالم الأثرية والتاريخية في مصر. أعلنت الأكاديمية الطبية العسكرية عن فتح باب التسجيل للدرجات العلمية بالأكاديمية الطبية العسكرية والمعاهد التابعة لها. يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الارتقاء بمستوى تدريب وتأهيل الأطباء البشريين والأسنان والصيادلة والتمريض من العسكريين والمدنيين في التخصصات المختلفة. يبدأ التسجيل من اليوم ولمدة 15 يوما بمقر الأكاديمية الطبية العسكرية بمنشية البكري بجوار الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. أفرج قطاع الحماية المجتمعية عن 727 نزيلا من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل تنفيذا للقرار الجمهوري بشأن الإفراج عن بعض المحكوم عليهم ممن تنطبق عليهم شروط العفو بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة يوليو. في منظومة السياسة العقابية الحديثة يأتي التوسع في الإفراج بالعفو أحد أهم أساليب تلك المنظومة. من هذا المنطلق أفرج قطاع الحماية المجتمعية عن 727 نزيلا من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل تنفيذا للقرار الجمهوري رقم 297 بشأن الإفراج عن النزلاء ممن تنطبق عليهم شروط العفو بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة يوليو. وأقيمت للمفرج عنهم احتفالية بمركز الإصلاح والتأهيل ترى. بصراحة كانت مفاجأة، يعني ساعة نادوا عليا قالوا لي اسمك جه في العفو، أنا يعني كنت مبسوطة حضرتك قوي إن أنا هاخد لأولادي يعني هرجع لعيشتي الطبيعية بقى الحمد لله، يعني والحمد لله يعني ربنا وفقني. الرئيس عبد الفتاح السيسي أنا بشكره جدا إن أنا خارجة لأولادي وفرحانة جدا إن أنا هخرج لعيالي. فرحة كبيرة على وجوه المفرج عنهم بعد أن منحهم العفو الرئاسي فرصة جديدة للحياة. كل اسم من هؤلاء
كأنه يولد من جديد، وهو ما عبروا عنه. بشكر السيد الرئيس، بشكر وزارة الداخلية. العفو بدينا فرصة ان احنا نبدأ حياة جديدة ونبدأ حياة كويسة في وسط اهلينا. تم تأهيل المفرج عنهم قبل الإفراج عنهم ليتمكنوا من الاندماج السريع في المجتمع ويحصلوا على فرصهم في بداية حياة كريمة من خلال برامج تأهيلية وإصلاحية متطورة مطبقة داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، إلى جانب الرعاية الاجتماعية والمعيشية والتعليمية والصحية المقدمة لهم، والتي تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وتحرص مصر على تطبيقها. اللي أنا تعلمته جوه كتير، وإن أنا أقدر أعلمه لبناتي كمان واستفاد منه واكسب منه وما ارجعش اللي انا كنت فيه طبعا. خلاص كل اللي فات انسى، ومن بكره اللي جاي حياه، ومستحيل في يوم ترفض حياه افضل. تلك هي اللحظه الاهم للمفرج عنهم، ان يلتقوا بذويهم بعد مدد متباينة قاضوها داخل مراكز الإصلاح والتأهيل تنفيذا لعقوبات، فالفرحة كبيرة، فهي البداية الجديدة لهم للسير على الدرب الصحيح. تشكر يا سيادة الرئيس، تشكر يا سيادة الرئيس. حبيبي الرحيمي، قلبي ده، قلبي، قلبي. تحيا مصر، وربنا يخلي السيسي يا رب. تأتي المناسبات القومية والوطنية كالاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو فرصة لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل ممن تنطبق عليهم شروط العفو الرئاسي ليبدأوا حياة جديدة عقب تأهيلهم وإصلاحهم وتقديم الرعاية لهم داخل مراكز الإصلاح والتأهيل وفقا لأعلى المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان. فالتوسع في الإفراج بالعفو الرئاسي أحد أهم أساليب السياسة العقابية الحديثة. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 410 قضايا تموينية بمضبوطات بلغت قرابة 44 طن من المواد الغذائية. وتمكنت وزارة الداخلية من ضبط 17.5 طن في مجال السلع على السلع المدعومة، كما تم ضبط أكثر من 26 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية. وتم ضبط 605 قضايا من بينها 159 قضية خبز ناقص للوزن و147 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. وفي مجال قضايا المخابز فضلا كذلك عن ضبط 15 قضية بمضبوطات بلغت أكثر من 71 طن من الأقماح المحلية في مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي. التقى سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبي بدر عبد العاطي مع سكرتيرة العامة للمفوضية الأوروبية إلزي جوهانسون. خلال اللقاء أكد الجانبان أهمية الحفاظ على الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية وبما يسهم في تعزيز أطر التعاون المختلفة، لا سيما في مجال الطاقة بمصادرها التقليدية والمتجددة والنظيفة، وذلك في ضوء استضافة مصر للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ كوب 27 في نوفمبر المقبل. وأكدت المسؤولة الأوروبية التزام الاتحاد الأوروبي بتقديم كافة أنواع الدعم للرئاسة المصرية للمؤتمر. كما بحث الجانبان أزمة الغذاء العالمية، وتم التأكيد على ضرورة تقديم الاتحاد الأوروبي الدعم للدول الأكثر تضررا من الأزمة الحالية. أعلنت هيئة الانتخابات التونسية أنه لا خروقات للصمت الانتخابي للتونسيين بالخارج في عملية الاستفتاء على الدستور. من جانب آخر، أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجريندي الأهمية الكبرى التي يكتسبها الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد كمحطة في المسار التصحيحي للديمقراطية، ودعا كافة البعثات الدبلوماسية والقنصلية لتونس بالخارج إلى مواصلة الجهود من أجل إنجاح عملية الاستفتاء بالخارج وتوفير أفضل الظروف لتمكين الناخبين التونسيين المسجلين بالخارج من ممارسة حقهم الانتخابي.
قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر، قال إن كل مراكز الاقتراع على استفتاء الدستور في الخارج فتحت أبوابها في موعدها. وأضاف خلال مؤتمر صحفي أنه تم فتح المجال للناخبين الراغبين بتغيير مراكز اقتراعهم منذ شهر، لافتا إلى أن الاقتراع بالخارج يمتد على مدار 3 أيام. فتح مكاتب الاقتراع بالخارج وذلك استثنائيا بداية من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 6 مساء، بالنظر إلى ضرورة احترام التوقيت الموجودة في بلدان الاعتماد حيث توجد مكاتبنا ومراكزنا. انطلاق عملية الاقتراع بالنسبة لتونسينا بالخارج التي تمتد على 3 أيام، أيام 23 و24 و25، كان تم الانطلاق ليلة البارحة 22 جويليا على الساعة 11 ليلا، وهو مكتب سيدني. وشهدت مكاتب أخرى في العواصم الأوروبية والدول العربية إقبالا من التونسيين للمشاركة في التصويت على الاستفتاء الشعبي على الدستور الجديد. وفي سفارة تونس بالقاهرة أدلى التونسيون اليوم بأصواتهم في الاستفتاء الشعبي على الدستور الجديد، هذا ويشارك أكثر من 356 ألف تونسي مسجل بالخارج في الاستفتاء على الدستور. هذا وقد بدأ التونسيون بالخارج التصويت في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد الذي طرحه الرئيس قيس سعيد ولمدة 3 أيام، وفتح أول مركز اقتراع أبوابه أمام الناخبين التونسيين بالخارج في مدينة سيدني بأستراليا. تستعد تونس لمرحلة جديدة من تاريخها من خلال عرض مشروع الدستور الجديد على الاستفتاء الذي انتظم في الخارج اليوم لينهي مرحلة حالكة من التاريخ التونسي بإصرار من الرئيس التونسي قيس سعيد ودعم شعبي كبير. ويتضمن مشروع الدستور التونسي الجديد 142 مادة، ويمنح سلطات واسعة لرئيس الدولة ليخدم مصالح البلاد ويحقق رغبة الشعب في المسير نحو مرحلة جديدة من البناء والتقدم. رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس فاروق بوعسكر قال إن المرجع لتحديد نجاح الاستفتاء حول الدستور الجديد هو عدد المشاركين، وأكد الاستعداد التام لتنظيم الاستفتاء في أحسن الظروف، وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمسجلين بالاستفتاء بلغ 9.3 مليون ناخب، مضيفا أن هذا الرقم يتضمن أكثر من 356 ألف تونسي مسجل بالخارج. ويأتي هذا الاستفتاء بعد أشهر قليلة على استشارة شعبية دعا إليها الرئيس التونسي لمعرفة التوجهات العامة للتونسيين حول مجموعة من الملفات المتعلقة بالأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وذلك بعد أزمة سياسية حادة اتخذ على إثرها سعيد إجراءات استثنائية لحماية الدولة التونسية. وفي الأزمة الروسية الأوكرانية أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتاريش ووزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل الهجوم الصاروخي على ميناء أوديسا الأوكراني. وطالب غوتاريش بالتنفيذ الكامل لاتفاق استئناف تصدير الحبوب لمواجهة أزمة الأمن الغذائي. كانت أوكرانيا قد أعلنت أن صواريخ روسية أصابت ميناء أوديسا الميناء الرئيسي على البحر الأسود غداة توقيع موسكو وكييف اتفاقا لاستئناف في صادرات الحبوب الأوكرانية. تبعات متعددة الأبعاد للأزمة الأوكرانية، فبينما تواصل روسيا وأوكرانيا تقوية صفوفهما نحو مزيد من الانخراط العسكري في الأزمة، وقع الطرفان على اتفاق يسمح بتسهيل تصدير الحبوب الأوكرانية عبر الموانئ، فيما أكد مسؤولان بارزان في الأمم المتحدة أن المنظمة تتوقع البدء في تنفيذ اتفاق استئناف صادرات الحبوب عبر البحر الأسود بكامل بنوده في غضون أسابيع قليلة، وإعادة الشحنات إلى مستويات ما قبل الحرب والتي تبلغ 5 ملايين طن شهرياً. خطوة أولى
ربما تسهم في تخفيف أزمة الغذاء العالمية التي تفاقمت بسبب الأزمة الأوكرانية، كون روسيا وأوكرانيا من بين أكبر مصدر الغذاء في العالم. إلا أن العمليات العسكرية الروسية أدت إلى إغلاق الموانئ الأوكرانية، مما تسبب في منع تصدير نحو 20 مليون طن من الحبوب الأوكرانية العالقة في الصوامع الأوكرانية، ومن ثم في ارتفاع أسعار الحبوب في مختلف أسواق العالم. الأمم المتحدة أكدت اتفاق الأطراف على الخطوط العريضة للمبادرة بما يشمل تحديد الموانئ المعنية وإنشاء مركز لمراقبة وتفتيش السفن وما إلى ذلك، مضيفة أنه لا تزال هناك مشاكل ثانوية يتعين حلها خلال أسابيع قليلة قبل تنفيذ المبادرة بالكامل. مسؤول الأمم المتحدة أشاروا إلى أن الخطة ستكون موضع التنفيذ في البداية لمدة 120 يوماً على أن تكون قابلة للتجديد، وأضافوا أنه قد يكون هناك تحرك أولي للسفن لإظهار مدى نجاح عمل الآلية، وبموجب الخطة سيقود مسؤولون أوكرانيون السفن عبر قنوات آمنة وسط المياه المليئة بالألغام إلى ثلاثة موانئ، من بينها ميناء أوديسا الرئيسي، حيث سيتم تحميلها بالحبوب قبل خروجها من المياه الإقليمية الأوكرانية في البحر الأسود لتعبر مضيق البوسفور إلى أحد الموانئ، حيث سيتم تفتيشها ثم تتجه بعد ذلك إلى وجهاتها. قال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي، قال إن روسيا فعلت كل شيء لتدمير إمكانات التصدير الأوكرانية، ولكن بلاده لم تسمح بذلك. أشار زيلينسكي إلى أهمية اتفاق إلغاء غلق الموانئ الأوكرانية وساعدت الصادرات الزراعية. على صعيد آخر، شدد زيلينسكي أن الأسلحة القوية ستنقذ أرواح الجنود الأوكرانيين وتسرع من حل الأزمة، معربا عن شكره لنظيره الأمريكي جو بايدن على حزمة المساعدات الدفاعية الأخيرة لأوكرانيا. إلى ذلك، قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس إن الأزمة المتعلقة بالحبوب العالقة في أوكرانيا يجب حلها الشهر القادم. هذا وقد عرضت تراس تقديم بريطانيا لخبراتها للمساعدة في حل هذه المشكلة، وأضافت خلال مؤتمر صحفي أنه من الواضح جدا أنه يجب حماية الموانئ الأوكرانية وأن يكون هناك ممر آمن للسفن التجارية، مشيرة إلى أن المملكة المتحدة تعرض خبراتها في جميع تلك الجوانب لضمان تنفيذ التدابير اللازمة لكي تغادر شحنات الحبوب بأمان. Whether it's a trade with the trade deals with Japan and Australia, I'm somebody who pushes through, gets things sorted out, and gets things done. That's why I want to be Prime Minister. This is a critical time for our country. We need bold action. We are in economic difficulty. The whole world is in economic difficulty. It's not time. قالت وزارة المالية الفرنسية إن النمو الاقتصادي الفرنسي سيتباطأ بشكل حاد العام القادم مع تصاعد المخاطر الجيوسياسية، مما يؤخر في إحراز تقدم بشأن عجز ميزانية القطاع العام في فرنسا. هذا وتوقعت وزارة المالية الفرنسية تباطؤ النمو في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو من 2.5% في عام 2022 إلى 1.4% في عام 2023. أكد صندوق النقد الدولي أن قطع الغاز عن ألمانيا يجعلها تخسر 3% من الناتج الإجمالي المحلي. يأتي ذلك في ظل ضبابية استمرار الإمدادات الروسية من الطاقة إلى أوروبا. نشرتنا متواصلة معكم وفيها: منظمة الصحة العالمية تعلن جدري القردة حالة طوارئ عالمية ونحو 17 ألف إصابة في 74 بلدا. أطلقت منظمة الصحة العالمية أعلى مستوى من التأهب في محاولة لاحتواء تفشي جدري القردة. وخلال مؤتمر صحفي، أعلن مدير منظمة الصحة العالمية تادرس أدهانوم أنه تقرر إعلان حالة الطوارئ بشكل فعلي بعد مواجهة
شرسة مع جودري القردة، موضحا أن الخطر في العالم معتد نسبيا باستثناء أوروبا حيث يعتبر مرتفعا. أضاف أدهانوم أن المنظمة تستطيع السيطرة على مرض جودري القردة ووقف انتشاره باستخدام الوسائل المتاحة لديها، وذلك في الوقت الراهن، مشيرا إلى أنه أطلق أعلى مستوى من التأهب بمواجهة المرض. هذا وقد أصاب جودري القردة حتى الآن نحو 17 ألف شخص في 74 بلد، وفق ما تم إعلانه من مدير عام منظمة الصحة العالمية. And which meets the criteria in the international health regulations. For all of these reasons, I have decided that. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف البروفيسور فؤاد عودة، خبير الصحة العالمية وعلوم الفيروسات والبكتيريا. دكتور، برأيك ماذا عن تصريحات منظمة الصحة العالمية وتفشي جودري القردة؟ تحياتي للجميع. بالنسبة لهذا القرار كان متوقع، لأنه إحنا متابعين من أول يوم وشفنا أنه في تقدم دائماً وازدياد الإحصائيات. بنوصل لحالة طوارئ لما الإحصائيات تزيد نسبتها كثير في فترة قصيرة، زي ما صار في أوروبا في آخر أسابيع ارتفع عدد من 50% عدد المصابين، في نفس الوقت يزداد عدد الدول اللي مصاب فيها الأشخاص، خصوصا في مرض جدري الكرود. عشان هيك اليوم نتكلم عن وضع في أوروبا قلق بكثير. ليش؟ لأنه أزيد من 17 ألف حالي في العالم، بس احنا بنتذكر أنه قبل ب 25/6 كان العدد في العالم تقريبا 3000 حالي، عشان هيك ارتفاع مستمر. أسباب الارتفاع ما هي دكتور؟ عفوا على المقاطعة، لكن ما هي أساليب الانتشار والوقاية إذن؟ نعم، عشان هيك لازم ناخذ في عين الاعتبار المصابين. مثلا في أوروبا أزيد من 80% من المصابين هم بين الرجال، واللي مارسوا عملية الجينز بين الرجال، وليس فقط بين الرجال. عشان هيك المرتبة الأولى انتباه لهذه النقطة، وخصوصا الذهاب إلى الدول العربية والأفريقية في هذه الفترة. عشان هيك لازم نخبر الدكتور بأسرع وقت ممكن، وإذا في عنا أعراض تشبه أعراض جدري القرود أو الأمراض الثانية. ثانيا بالنسبة لانتشار المرض، نعرف أنه من الحيوان للإنسان، من الإنسان للإنسان، خصوصا الأطفال، الأشخاص اللي عندهم مناعة ضعيفة، وخصوصا النساء في اللي حامل في هاي الفترة، بسبب تقريبا ارتفاع نسبة الإصابة بالنسبة للنساء. نعرف انه هذا يختلف عن فيروس عن كورونا فيروس، لانه كورونا فيروس مرض، ما كون الفيروس كنا ما بنعرفش شيء عنه. هذا الفيروس هو من عائله فيروس الجدري. كل الاشخاص اللي عملوا تطعيم بالسابق عندهم احتمال قليل انهم يصابوا، بس في نفس الوقت لازم ناخذ جميع النصائح والارشادات ونتعلم من الاغلاط اللي صارت في بدايه وباء كورونا فيروس. أي إرشادات؟ بالنسبة لكثير من الناس كانوا ما يخبروش أو ما يعملوش تشخيص في مبكر، لأنه التشخيص المبكر مهم. في مثلا ناس كثير من أوروبا يسافرون، خصوصا الرجال المثليين، إلى أفريقيا وإلى الدول العربية. في ظهور هسه كثير حالات زي ما بيخبروني الاطباء في الدول العربيه وفي افريقيا، بس لازم اعلان عنها هاي الحالات. عشان هيك في اوروبا يتم اعلانه فورا، لانه بيتصل في الدكتور. في الدول العربيه والدول الافريقيه للاسف الوقت باخذ ازيد عشان تشخيص هاي الحاله، وفي ناس كثير
بيخافوا يعلنوا عن اصابتهم لممارسه الجنس بين نعم. وضحت الصورة. أشكرك جزيل الشكر البروفيسور فؤاد عودة الخبير في الصحة العالمية وعلوم الفيروسات والبكتيريا. أعلنت الشرطة الأمريكية مقتل شخص وإصابة 5 آخرين جراء إطلاق نار في مدينة رينتون بولاية واشنطن. وذكرت شرطة رينتون على تويتر أن تحقيقا أوليا يشير إلى أن نزاعا وقع بين حشد كبير أدى إلى إطلاق نار، لافتة إلى أن التحقيقات متواصلة في هذا الحادث. وأدت سلسلة حوادث مماثلة منذ مايو الماضي إلى تجدد الجدل بصورة محتملة احتدم في الولايات المتحدة حول تنظيم حيازة السلاح. نجا رئيس الوزراء التايلاندي برايت تشان أوتشا من تصويت بحجب الثقة في البرلمان بعد حصوله على دعم كاف من النواب، وبذلك اجتاز رئيس وزراء تايلاند آخر اختبار رئيسي له قبل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في غضون 11 شهرا القادمة. وإلى ملف حياة كريمة، حيث نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية في قرية أبو عياد التابعة لمركز كفر سعد ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين. تضم القافلة عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعملا وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا. القافله العلاجيه بتمثل الجزء الصحي من المبادره الرئاسيه. القافله العلاجيه من الخدمات المميزه جدا لوزاره الصحه، بحيث ان هي بتقدم للمواطن الخدمه بدايه من قطع التذكره وحتى انتهاءها مجانيه تماما، الى جانب ان هي بتوصل للمواطن لحد عنده خدمه الحمد لله متميزه وجيده. لجنه التقارير الطبيه بتحويل المريض بعد كشفه على العيادات المختلفه بالقافله اللي هي تحويله الى اقرب مستشفى مركزيه تابعه لمديريه الصحه بدمياط، حيث يتم تكمله العلاج اذا استلزم الحاله الى المستشفيات المركزيه، ومن ثم بنقوم بمتابعه حاله المريض الى الذهاب بين الذهاب للمستشفى وكيفيه تقديم الخدمه، بحيث ان احنا نقدر نوصل للمريض الخدمه على اكمل وجه ونتابع ونقيم خدمه المريض. القريه دي من المستهدف للخطة لوزارة الصحة والسكان في مبادرة حياة كريمة، إن احنا نيجي فيها بقافلة طبية نقدم معظم التخصصات الطبية في هذه القرية. القرية هنا فيها 12 عيادة تخصصية، فيها عيادة تنظيم أسرة، زائد معانا معمل تحليل طبية متكامل، معانا صيدلية متكاملة بتقدم كافة أصناف الأدوية اللي بتتطلبها العيادات المتخصصة اللي موجودة معانا. والآن نتحول إلى أخبار الاقتصاد في نشرة والتفاصيل مع آية الكفوري. إليك آية. شكرا إلهام، شكرا هبة. والآن نتحول إلى جولتنا الاقتصادية محليا وعالميا. أكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي أن مشروع مصرف كيتشنر يأتي في إطار التوجيهات الرئاسية للحكومة بتحسين جودة المياه بالمصرف على أساس خطط محددة للتعامل مع الصرف الصحي والمخلفات الصلبة وجوانب قطع المصرف الأخرى. وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن المشروعات التي سيتم تنفيذها في إطار هذا المشروع تتضمن إنشاء عدد من مصانع تدوير ومعالجة المخلفات والمحطات الوسيطة وشراء معدات جمع ونقل المخلفات وإغلاق المقاطع وتأهيل المدافن الصحية الآمنة بالمحافظات الثلاث المشاركة في المشروع.
قامت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد بجولة تفقدية بمحمية نبق لمتابعة الأوضاع البيئية ودعم الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص بأعمال التطوير ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لتوفير تجربة متميزة للزوار، واستمرار لجولتها لمتابعة استعدادات مدينة شرم الشيخ لاستضافة مؤتمر المناخ COP27. أكدت وزيرة البيئة أن محمية نبق ستشهد خلال الفترة القادمة العديد من أعمال التطوير بمشاركة القطاع الخاص لتوفير خدمات بيئية بطابع عالمي مع حماية التراث الطبيعي والثقافي والثروات الطبيعية بها. وفي أسواق المعادن النفيسة ارتفعت أسعار الذهب عالميا مدعومة بانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، ليسجل المعدن الأصفر 2727 دولارا للأوقية. أما على الصعيد المحلي فقد صعدت أسعار الذهب ليسجل جرام 18 نحو 846 جنيها، في حين لمس عيار 21 سعر وصل اليوم إلى 987 جنيها، ولمس عيار 24 سعر وصل إلى 1128 جنيها، وأخيرا سجل الجنيه الذهب سعر وصل اليوم إلى 7869 جنيها. من أسواق المعادن النفيسة إلى أسواق البترول العالمية، حيث سجل سعر الخام الأمريكي انخفاضا ليهبط دون 95 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ أبريل الماضي. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.6%، ووصل السعر اليوم إلى 103 دولارات و20 سنتا للبرميل. أيضا انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.7%، وسجل سعر وصل إلى 94 دولارا و70 سنتا للبرميل. أيضا انخفضت أسعار المازوت عالميا ووصل بنسبة 3.12%، ووصل السعر إلى 3 دولارات و41 سنتا لكل لتر. أما عن الغاز الطبيعي فقد أيضا امتدت الانخفاضات إليه وتراجع بنسبة 4.63%، ووصل السعر إلى 8 دولارات و30 سنتا لكل مليون وحدة حرارية. ذكرت شركة نفط البصرة العراقية أن العراق لديه القدرة على زيادة إنتاجه النفطي بمقدار 200 ألف برميل يوميا هذا العام إذا طلب منه ذلك. وكشفت الشركة أن أغلب الزيادة ستأتي من حقل غرب القرن واحد الذي يعد واحدا من أكبر حقول النفط في العالم، إذ يحتوي على احتياطات قابلة للاستخراج تقدر بأكثر من 20 مليار برميل، في حين ينتج نحو 550 ألف برميل يوميا. إلى هنا مشاهدينا تنتهي جولتنا الاقتصادية، عودة مرة أخرى إلى الهمة المروهبة حسين إليكم. شكرا لك آية. ولم يتبقى لنا في ختام نشرتنا سوى تذكرة بأبرز ما جاء فيها من أخبار. الرئيس السيسي يهنئ الشعب بالذكرى ثورة يوليو ويشدد على الإصرار على تحقيق الغايات والأهداف للنهوض بالبلاد. القوات المسلحة تنظم زيارات لعدد من السفن البحرية للدول الصديقة والشقيقة خلال انتظارها بقاعدة الإسكندرية البحرية. الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي يدينان إطلاق صواريخ روسية على ميناء أوديسا الأوكرانية. انتهت نشرتنا، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.